السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معكم من قسم اللغة العربية ميس مروة السيد تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم. درسنا اليوم هو النص الثاني من الوحدة الثانية بعنوان مصر هي الدنيا. أول حاجة لازم نعرفها في النص هو اسم الشاعر. الشاعر عندي هو اسمه أحمد شوقي. طب تعالى نعرف بعض المعلومات عن الشاعر أحمد شوقي. هو شاعر مصري من شعراء العصر الحديث من مواليد القاهرة. يبقى عرفنا ان هو شاعر، جنسيته مصري، هو من شعراء العصر الحديث من مواليد القاهرة عام 1870 ميلادية. كمان درس الحقوق في فرنسا ولقبه أمير الشعراء. يبقى احنا عرفنا ان الشاعر اسمه أحمد شوقي وهو شاعر مصري ولقبه أمير الشعراء، وجمعت أشعاره في ديوان اسمه الشوقيات، وتوفي عام 1932 ميلادية. يلا بينا نشوف مع بعض النص بتاعنا بيتكلم عن ايه. احنا قلنا ان هو بعنوان مصر هي الدنيا. طب اول حاجة هنعملها خالص نقرأ النص مع بعض، وبعد كده نتناول بيت بيت بلغوياته بشرحه بمظاهر الجمال. تمام، يلا بينا. ها الشاعر بيقول ايه بقى؟ اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده، ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لآفيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. تمام، ده الأبيات بتاعتي. طب أول بيت بيقول إيه؟ ها اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا. ها نسود يعني إيه؟ نسبق. نسود يعني نسبق أو نغلب. يبقى نسود يعني نسبق أو نغلب، ومضادها نرجع. مضادها إيه؟ نرجع. تمام كده. طب الوادي اللي هو وادي النيل. تمام كده. طب اليوم نسود بوادينا اللي هو مقصود هنا بوادينا اللي هو مين؟ مصر. تمام. ونعيد نرجع، نعيد نرجع ونسترد ماضينا. ها محاسن ماضينا، المحاسن هنا يعني مزايا، محاسن يعني مزايا، محاسن يعني مزايا، ومضاد مضادها مساوئ. مضادها ايه؟ مساوئ. مضاد ماضينا، ماضينا حاضرنا، مضاد الماضي الايه؟ حاضر. وجمع ماضي مواطن، جمع ماضٍ مواطن. في مشكلة؟ يبقى أول بيت أخدنا المعاني بتاعته وقلنا نسوي يعني نسبق ونغلب. طب عايزين نشرحه ونقوله ايه؟ الشاعر بيقول ايه؟ إن احنا ها إننا سنسبق غيرنا بإيه؟ بالعزيمة والإصرار. يبقى أول حاجة بالعزيمة والإصرار نستطيع أن نسود ايه؟ ونسبق غيرنا، ونعيد أمجاد هذا الوطن العظيم. الوطن ليه أمجاد عظيمة. تمام كده؟ هو كان متقدم ومتقدم. تمام كده، وليه تاريخ عظيم. يبقى احنا عايزين نعيد هذه الايه؟ الامجاد. خلاص، يبقى كيف نسود ونسبق غيرنا؟ نسود ونسبق غيرنا بالايه؟ بالعزيمة والاصرار. نسود ونسبق غيرنا بايه؟ بالعزيمة والاصرار. طب لما اقول لك ايه الجمال في نسود؟ ها نقوله نسود، ها قلناها نسبق صح، يبقى تعبير يدل على السبق والتقدم. تمام. محاسن ماضينا قلنا تعبير ايه؟ يوحي بالتاريخ العريق والماضي المشرق لوطننا. يبقى محاسن ماضينا، مزايا ماضينا، يبقى الوطن ده ليه تاريخ عريق وماضي مشرق. في مشكلة؟ في أي مشكلة في البيت الأول؟ تمام، خلي حط في دماغك إن احنا بالعزيمة والإصرار نستطيع أن نسبق غيرنا ونعيد أمجاد هذا الوطن. طب تعال نشوف البيت الثاني. البيت الثاني بيقول إيه؟ وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده. وطن جمعها أوطان. تمام. حق جمعها حقوق. نؤيده يعني نقويه وندعمه، يبقى نؤيده يعني نقويه وندعمه، مضادها نتخلى عنه. تمام، أو نخذل. تمام. طب إيه كمان؟ عين الله رعاية الله. عين الله هنا المقصود بيها رعاية الله، وجمع عين عيون، جمع عين عيون وإيه؟ وأعين. نشيده يعني ها نبنيه، مضادها نهدمه. نشيده يعني نبنيه، مضادها نهدمه. تمام.
تعالى نقول نزهة زي ما اتعودنا كده، هناخد البيت ايه الشرح بتاعه. بيقول انت اللي هتشرح بقى واحدة واحدة. احنا بنقول ايه؟ وطن بالحق نؤيده، يبقى نؤيد وندعم الوطن ها بايه؟ نقويه بايه؟ بالحق وبالعدل. تمام. يبقى يقول الشاعر في هذا البيت اننا نبني او نقوي ونؤيد هذا الوطن بالحق وبالعدل. تمام. ونبنيه برعاية ايه؟ الله. في مشكلة؟ يبقى كيف نبني وطننا او نشيده؟ برعاية الله. تمام. وكيف نؤيده وندعمه؟ نؤيده بالايه؟ بالحق والعدل. في اي مشكلة لغتنا؟ طب تمام. لما اجي اقول لحضرتك بعين الله نشيده، ها ايه الجمال اللي فيها؟ هنقول احنا مش قلنا بعين الله يعني رعاية الله؟ هو هنا ولا اسلوب ولا تشبيه، يبقى تعبير جميل يدل على ها تكريم الله لمصر ورعايته له. تكريم الله لمصر ورعايته له. طب لما اقول بالحق نؤيده، ها يبقى ده يدل على ايه؟ ميس هو ده ولا تشبيه ولا اسلوب؟ خلي بالك احنا قلنا اي مواطن جمال تشوف كده اسلوب من الاساليب، لا تشبيه، لا يبقى تعبير جميل يدل على، هنا تعبير يدل على ايه؟ حب ها المصريين لمين؟ للحق والعدل. خلاص كده يبقى حب المصريين للحق والعدل. طب تعالى نكمل. ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا. نحسنه يعني نجمله، نحسنه يعني نجمله، مضادها نقبحه. يبقى نحسنه يعني نزينه، مضادها نقبحه. طب نزينه، نحسنه، مضادها نقبحه. ايه ده يا ميس؟ نحسنه ونزينه بنفس المعنى؟ الكلمتين احنا دايما بناخد فوق وتحت، يمين ويسار. ايه ده؟ دول بينهم تضاد صح؟ الكلمة وعكسها بينهم تضاد. طب الاتنين ليهم نفس المعنى، هقول عليهم بينهما ترادف. مش انت بتقول ما مرادف نحسنه نزينه، ما مرادف نزينه نحسنه، يبقى بينهما ترادف. والترادف بيعمل ايه؟ يقوي المعنى ويوضحه. خلاص خلي بالك دي حاجة جديدة فخلي بالي منها قوي. يبقى الكلمتين اللي نفس المعنى يبقى بينهما ترادف، عكس بعض يبقى تضاد. في مشكلة؟ تمام. طب ماشي يا ميس. جه بعد كده قال لك بمآثرنا. مآثرنا هنا يعني ايه؟ مكارمنا. مآثر يعني مكارم، مضادها مساوئ وعيوب. مآثر مكارم، مآثر مكارم، مضادها مساوئ وعيوب. مفردها مأثرة. مفردها ايه؟ مأثرة. الألف المد دي ها اللي فيها الموجة دي هتتقلب لهمزة. تمام. وتحط اخرها ت مربوطة بس. مأثرة. طب مساعينا جهودنا او نشاطنا. مساعينا جهودنا او نشاطنا. تمام. مفرد مساعي مسعى، يبقى مفرد مساعي مسعى. تمام كده يا شباب؟ في اي مشكلة لغتنا؟ تعال نشوف الشرح. بيقول لك ايه؟ بيقول نحن نحسن الوطن ونجمله بايه؟ ميز بالمكارم. المكارم ها يعني ايه المكارم دي؟ الاخلاق الحامدة. يبقى تاني كيف نحسن وزين الوطن؟ ها بالاخلاق الحامدة. واحد، اتنين، العمل الجاد. تلاتة، السعي المستمر. يبقى احنا بنحسن ونجمل الوطن بايه؟ بالاخلاق الحميدة والعمل الجاد والسعي المستمر. تمام كده؟ كده احنا جملناه. وهنعمل جاهدين ها على رقيه وتقدم. تمام. يبقى احنا بنجمل وطننا باخلاقنا الحميدة بالعمل الجاد بالسعي المستمر، والسعي المستمر يعني العمل برضو والنشاط. تمام. وان احنا نعمل جاهدين على تقدم الوطن وايه ورقيه. طب ايه مظاهر الجمال اللي ممكن ناخدها هنا؟ عندك نزينه بمآثرنا. ها هي مآثرنا مكارمنا دي زينة؟ لا يميز. يبقى تشبيه، يبقى تعبير جميل. صور او شبه الشاعر المآثر بايه؟ بزينة نزين بها الوطن. يبقى نزينه بمآثرنا. ها قلنا ان ده تشبيه وتعبير جميل. صور الشاعر الوطن بايه؟ بزينة نزين بها الوطن. في مشكلة؟ طب تعالى اللي بعده. نتخذ الشمس له تاجا، ها وضحاها عرشا وهاجا. ايه ده؟ جمع شمس ايه؟ شموس. جمع شمس شموس. تاج، التاج هو ما يضعه الملك فوق رأسه. يبقى التاج ما يضعه الملك فوق رأسه، والمراد هنا زينة. المراد هنا ايه؟ زينة. تمام. وجمع تاج تيجان وأتواج. تيجان وأتواج. تمام.
الضحى ضحاها. الضحى ده لما ترتفع، ها، وقت ارتفاع الشمس في السماء ده اسمه ضحى. تمام، ضحاها ضحاها ده ضحى الشمس، الهاء دي عايدة على ها، دي عايدة على الشمس. تمام، عرش، ها، كرسي الملك، ما يجلس عليه الملك، الكرسي بتاعه ده اسمه عرش. جمعها ايه؟ عروش وأعراش. جمعها ايه؟ عروش وأعراش. تمام، وهاج، ها، وهاج بيلمع، يبقى شديد اللامعان. وهاج شديد اللامعان، ومضادها منطفئ، ومضادها منطفئ. تمام ميس، تعالي قولي لنا كده واحدة واحدة، احنا فهمنا. احنا بنقول نتخذ الشمس لو تاجا، ها، يعني نجعل الشمس تاج للوطن، صح كده؟ طب التاج اللي هيتحط فوق رأس الملك، ها، بيبقى ايه؟ مزين، بيبقى مرصع. طب انا هزين للوطن التاج ده بايه؟ قالك بالرفعة والعلو والشموخ، ان هو يبقى متقدم، صح كده؟ يبقى نجعل الشمس تاج للوطن مرصع، ها، مزين بالرفعة والعلو والشموخ. طب ايه كمان؟ قالك كمان ان احنا هنجعل، ها، سوف نجعل ليه للوطن ضحى هذه الشمس عرش. تمام، كرسي بيقعد عليه الوطن. تمام، العرش ده وهاج، له بريق شديد اللمعان. تمام كده، فهمنا كده ميس؟ يبقى احنا لما بنعرف المفردات بنبدأ ان احنا نشرح بالراحة كده، وبنفهم الابيات بتاعتنا. طب تعالى ناخد هنا مظاهر الجمال، وانت اللي هتقولها، ها، نتخذ الشمس له تاجا. ميس، ولا ده اسلوب وده تعبير جميل؟ طب في التشبيه؟ اه يا ميس، ما انتي قلتي نتخذ الشمس له تاجا، ها، يبقى شبه الايه؟ الشمس بتاج، شبه الشمس بتاج. طب مين اللي هيلبس التاج ده؟ الوطن. يبقى شبه الوطن بملك، يبقى تاني تعبير جميل، ها، شبه الشمس بتاج وشبه الوطن بملك يرتدي هذا الايه؟ التاج. في مشكلة؟ طب تاني حاجة عندي ايه؟ وضحاها عرش، ها، ضحى عرش. ميس، هو ده هنزل الضحى الشمس كده واقعد عليه؟ لا، ده تشبيه، يبقى تعبير جميل. شبه الشاعر، ها، ضحى الشمس بايه؟ عرش، يجلس عليه الملك، واحنا شبهنا الوطن بانه ملك. فهمتني كده يا شباب؟ اظن الموضوع سهل، انت اللي جاوبت بما انك فهمت، عرفنا بنعمل مواطن الجمال بتاعتنا ازاي. طب بعد كده قال لك ايه؟ سعيا ابدا سعيا سعيا لافيل المجد وللعليا، ها، ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. سعيا سعيا يعني ايه؟ سعي نشاط، سعي نشاط، يبقى سعي يعني ايه؟ نشاط. مضادها ايه؟ كسل. ابدا دائما، ابدا دائما، ها، اثيل اصيل، بص غيرنا ايه؟ الث خليها صاد، ها، أثيل أصيل، مجد شرف، مجد شرف. خدنا حاجة شبهها كده في الترم الأولاني، وجمع مجد أمجاد، جمع مجد أمجاد، خلي بالك دي ما مجد، ماشي؟ عشان محدش يقول لي آه إحنا أخدناها مجد، لا دي غير دي، يبقى مجد شرف وجمعها أمجاد. عليا منزلة عالية، عليا منزلة عالية. تمام كده، في أي مشكلة لغاية هنا؟ طب تعالى نقوله هنا، ها، سعيا ابدا سعيا سعيا. ايه ده؟ هو ليه الشعر عمال يكرر سعيا 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 دي؟ ها، بيدعونا الى الايه؟ النشاط، للسعي. يبقى علينا ان نسعى ليه؟ لنستعيد المجد الاصيل. تمام كده، يبقى احنا كل ده عايزين نعملها ونجتهد حتى يتقدم الوطن ونستعيد مجد الاصيل لمصر. تمام، لتصل مصر الى العلياء، تبقى متقدمة. في اي مشكلة لغاية هنا؟ تمام، سعيا 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 سعيا، لما احب اقول مظاهر الجمال هقول ايه؟ تكرار سعيا. ليه؟ لما بكرر لك الحاجة كده يبقى تأكيد، يبقى لما اكرر يبقى تأكيد. تأكيد على ايه؟ ضرورة العمل من اجل تقدم الوطن، ضرورة العمل من اجل تقدم الوطن. ابدا هنا افادت استمرار السعي ودوامه، لما اقول ابدا يبقى دائما، يبقى دايما ايه؟ بتسعى. مش هاجي اقول ايه خلاص انا هعمل على تقدم الوطن، اشتغل النهارده بكره نام، لا، يبقى سعي هنا استمرار ودوامه لتقدم الايه؟ الوطن.
آخر بيت عندي ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. ها، جمع دنيا دنا، جمع دنيا دنا، مضاد الدنيا الآخرة. واحدة واحدة بقى كده. ها، عايزين نعمل ايه يعني؟ قالك الشاعر بيختم ها الأبيات بتأكيده على ضرورة الحفاظ على مكانة مصر. احنا عايزين دايما مصر هي أم الدنيا، دايما متقدم. يبقى على أي شيء أو ما الذي أكد عليه الشاعر ها تجاه الوطن، أكد على ضرورة الحفاظ على مكانة مصر حتى تكون هي الايه الدنيا. دي نجعل ميس ايه دي لا نجعل دي ها ده فعل ايه ده؟ دي نجعل دي فعل مضارع، واللام هنا دي لام أمر، تمام؟ يعني بقت أسلوب أمر. لنجعل يبقى أسلوب أمر، والأمر للحث، الأمر غرضه الايه؟ الحث. طب هنا بيحثنا على ايه؟ ها، على العمل لرفعة مصر أو لتقدم مصر. يبقى العمل على تقدم مصر وجعلها هي الايه الدنيا. تمام كده، فهمنا الأبيات كويس، عرفنا الشرح بتاع كل بيت ومظاهر الجمال. طب تعالوا نراجع مع بعض اللغويات بتاعتنا. فهمنا النص، تعالوا نراجع مع بعض. يلا لغويات. أول جدول عندي الكلمة والمرادف، نسود نسبق ونغلب، ويدينا بلادنا، نعيد نرجع، محاسن مزايا، ماضينا أمجادنا السابقة، وطن بلد، وهاج شديد اللمعان، أبدا دوما، أثيل أصيل، المجد الشرف، سعيا قصدا ونشاطا، نشيده نبنيه، نحسنه نجمله، نزينه نحسنه ونجمله، مآثرنا أمجادنا ومكارمنا، مساعينا جهودنا، تاج زينة أو ما يوضع على رأس الملك، عين الله رعاية الله، العليا المنزلة العالية، نؤيده ندعمه ونقويه، ضدها نخسره ونتخلى عنه، عرش كرسي الملك. هنا بقى الجدول كلمة والمضاد. كلمة عندي نعيد، مضادها نضيع، محاسن مساوئ، ماضينا مستقبلنا، الحق الباطل، نشيده نهدمه، نحسنه نقبحه، الدنيا الآخرة، نزين قبح، مآثر عيوب ومساوئ، مساعي تكاسل وتخاذل، الشمس القمر، وهاج منطفئ، سعي كسل، العليا السفلى. المفرد والجمع، وادي جمعها أودية ووديان، تاج تيجان، وطن أوطان، الشمس الشموس، المجد الأمجاد، حسن محاسن، مسعى مساع، الدنيا الدنا، عين عيون وأعين، عرش أعراش وعروش، الدنيا الدنا، مأثرة مآثر. هنا بقى شرح الأبيات زي ما احنا شرحناها. شرح بيقول إن الوطن الحبيب يحتاج منا إلى إعادة بناء للأمجاد السابقة بكفاحنا وعزيمتنا على ضوء الحق ورعاية الله لنا، لأن مصر هي أرض الكنانة، ومصر بجمالها الساحر تحتاج منا أن نحافظ عليها ونجملها. طب كيف نجملها؟ بالأخلاق الحميدة والعمل الجاد والسعي المستمر حتى تكون بلادنا متقدمة، ونجعل لها الشمس تاجا مرصعا بالرفعة والعلو، وسوف نجعل له ضحى هذه الشمس عرشا له بريقة، ونسعى لتستعيد المجد الأصيل لتكون مصر هي أم الدنيا قولا وفعلا. عندي تعبيرات جمالية. أول تعبير نسود. ها، نسود هنا يعني نسبق، يبقى هنا تعبير يدل على السبق والرغبة في التفوق. وادينا، احنا قلنا وادينا اللي هو وادي النيل، طب هنا التعبير يوحي بإيه؟ بارتباط المصريين بواديهم وتمسكهم به. جينا بعد كده وقلنا محاسن ماضينا، تعبير يوحي بالتاريخ العريق والماضي المشرق لمصر. وطن نكرة للتعظيم، وطن نكرة للتعظيم. وقلنا بالحق نؤيده، تعبير يدل على حب المصري للحق والعدل. بعين الله، تعبير يدل على
تكريم الله لمصر والمصريين. يبقى تعبير يدل على ايه؟ تكريم الله لمصر والمصريين. نحسنه ونزينه، تعبير جميل يدل على حب المصريين للجمال والزينة. وجينا بعد كده قلنا نزينه بمآثرنا، قلنا نزين هنا يعني نجمل، تمام. تعبير جميل شبه المآثر بزينة نزين بها الوطن. الشمس له تاجا، قلنا تعبير جميل يشبه الوطن بإيه؟ بملك يلبس تاجا، وشبه التاج بالشمس، أو الشمس هنا إيه؟ تاج، تمام. ضحاها عرشا وهاجا، تعبير جميل يشبه الضحى بعرش يجلس عليه الوطن، تمام، يشبه الوطن بانه ايه؟ ملك. سعيا ابدا، سعيا سعيا، قلنا التكرار هنا ليه؟ للتوكيد على ضرورة العمل والاجتهاد، تمام. لأثير المجد وللعليا، تعبير يدل على الرغبة في استعادة امجاد الماضي. ولنجعل مصر هي الدنيا، تعبير جميل يدل على الايه؟ الحرص على جعل مصر في مقدمة الأرض. لبعد كده عندي المناقشة، ركز معايا. أول سؤال بيقول: ما الذي طلب منا الشاعر أن نعيده؟ وأين نسود؟ ها، طلب منا ايه؟ أن نعيد أمجاد الوطن، تمام كده؟ يبقى طلب منا أن ايه؟ أن نعيد أمجاد الوطن ونسبق غيرنا. كيف نسود ونسبق غيرنا؟ بالإيه؟ بالعزيمة والإصرار، تمام. كيف نؤيد الوطن وكيف نشيده؟ ها، من الأبيات: نؤيده بالإيه؟ بالحق، ونشيده برعاية الله وتوفيقه. سؤال 4 بيقول: كيف نحسن ونجمل الوطن؟ ها، هنحسن ونجمل الوطن إزاي؟ نحسنه بإيه؟ بالأخلاق الحميدة والعمل الجاد والسعي المستمر. سؤال 5: ما التاج الذي أشارت إليه الأبيات التي درستها؟ ها، التاج هو إيه؟ الشمس، وشبهها الشاعر بتاج يلبسه الوطن. 6: ما واجبنا نحو الوطن؟ إيه واجبك نحو الوطن؟ ها، يجب علينا أن نعمل على تقدمه ورقيه. يبقى نعمل على تقدمه ورقيه. السؤال 7: ما الذي يقدمه الإنسان لوطنه كما فهمت من الأبيات؟ ها، إيه اللي بيقدمه؟ قلنا تمام، يقدم أعمال عظيمة لخدمة الوطن. السؤال 8: من قائل النص؟ قلنا مين؟ الشاعر أحمد شوقي، ولقبه أمير الشعراء. السؤال 9 بيقول: كيف تصل مصر إلى العلياء؟ ها، تصل إزاي؟ بتوفيق الله وسعي واجتهاد أبنائها. بعد كده بيقول لك: أيهما أجمل ولماذا؟ خلي بالنا قوي من السؤال ده، بالحق نؤيده ولا نؤيده بالحق؟ قال لك الأول أجمل. أنهي التعبير الأول؟ اللي هو بالحق نؤيده. ليه؟ لأنه يؤكد حب المصري الإيه؟ للحق والعدل. جه بعد كده وقال لك: أيهما أجمل ولماذا؟ تمام، إيه بقى برضو؟ نزينه بمآثرنا ولا نعليه بمآثرنا؟ أيهما أجمل؟ التعبير الأول. إيه التعبير الأول هنا؟ نزينه بمآثرنا. ها، ليه؟ لأنه يصور المآثر بالزينة. خلاص كده؟ في أي مشكلة؟ يا رب نكونوا فهمنا النص، نص سهل ولذيذ وصغير كده، فيا رب نكونوا استفدنا. والسلام عليكم ورحمة الله.